وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى قد حذر من الترويج لتطبيع الشذوذ الجنسي باعتباره فاحشة منكرة وانحلالا أخلاقيا بغيضا. نعم، قال الأزهر أنه في ظل هذه الكارثة اللا أخلاقية الجديدة يعرب المركز عن استنكاره الشديد لتلك الحملات غير الإنسانية والمخططات الشيطانية، مؤكدا رفضه القاطع لكل محاولات ترويج الشذوذ الجنسي لا سيما في العالم الإسلامي. كما أكد الأزهر على أن الشذوذ الجنسي فاحشة منكرة مخالفة للفطرة الإنسانية وهادمة للقيم الأخلاقية، وشدد على أن الشذوذ الجنسي يعد سقوطا في وحل الشهوات الهابطة التي حرمتها وحذرت من ممارستها الشرائع الإلهية والأعراف المستقيمة والفطرة الإنسانية السوية.